بمقاومة معارضة جيش التحرير ووكيل واحد من أصل اثنين، وعليه قررت الجماعة فتح إعلان جديد لاستكمال الحصة المتبقية المخصصة للمنتمين بمقاومة وأعضاء جيش التحرير، والتي تتضمن 7 وكلاء لصف بعض الفواكه بالجملة ووكيل واحد لصف السمك بالجملة. وعليه تم ابتداء من 30 ابريل الماضي والى غايه 29 مايو الجاري فتح باب الترشيح لاستكمال اختيار الحصه المخصصه للمقاومين واعضاء جيش التحرير والمحدده كما سبق واشرت، 9 وكلاء لصف الجمله ووكيل لصف الجمله للخضر والفواكه ووكيل لصف الجمله للسمك. ومن اجل ضمان نجاح هذه العمليه تم اخبار السيد المندوب السامي للقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير لدعم